يكون بس البي. الشرط الثاني انه كل عناصر اللوكال بيز يكونوا اوبن سيتس زي البيز. والشرط الثالث ما يميز اللوكال بيز عن الباقي انه اي اوبن سيت انحوت البي لازم تحوي ايش؟ واحده من عناصر اللوكال بيز. هذا شرط ثلاثة مهم. اذا توفرت الثلاث شروط سميت البي بي لوكال بيز عند النقطة بي. وما يصير تقول لوكال بيز حاب غلط، لازم تحدد النقطة. هلا اذا قدرت تظبط لوكال بيز عند نقطة وهذا كاونتبل فيسمى التوبولوجي first countable at P. second countable إذا قدرت تظبط countable base للتوبولوجي. أما first countable at P بنقدر نظبط countable local base at P. في عندي نظرية هون أو مش نظرية definition first countable half إذا كانت first countable عند كل نقاط الإكس. هلا الار مع اللفتي مثلا is first countable at any p، لانه خذ مثلا الاشكال هاي ناقص انفينيتي بي زائد واحد الان بي زائد واحد وبي زائد نص وثلث وربع وهكذا، هدول بشكله countable لانه عددهم على عدد الناتشرال. ولوكال بيز عند النقطه بي لانه كل هدول يحوي بي كلهم open sets، واي open set انحوت البي لازم تحوي واحد من هالاشكال هاي. طبعا البي اي نقطه في الار، وبالتالي الليفت ري توبولوجي از فيرست كاونتبل حاف. دكتور الصوت بعده بقطع. الصوت بقطع، ما النت، النت مشكله اليوم، النت مش ثابت. لسه الدولار اثبت منه الدولار. الديسكريت توبولوجي انتبه لهون عندي، لو اجيت تقاطع هدول قديش يا مؤمن تقاطعهم هدول كلهم؟ مؤمن ذيابات دكتور وين بارتيسيبنت؟ بارتيسيبنت وينهم؟ اعطيني الاسماء. ايوه 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 35 سيد الرشدان. نعم دكتور. تقاطعهم كلهم هدول قديش عمي؟ من ناقص انفينيتي لبي. احسن بي مفتوحه ولا مسكره؟ مفتوحه. لا مسكره مسكره. بدهم كلهم يحول بي، كيف بدها تكون مفتوحه؟ من ناقص مسكره. انفينيتي مفتوحه لبي مسكره. صحيح. لاحظ عددهم التقاطع كثير، مش بس البي، البي وما قبلها. بالاكس مع الديسكريت اتز first countable لانه عند النقطة بي باخذ سنجلتون، سنجلتون بي صندوق وفي جواته سنجلتون بي، هاي مالها اتز لوكال بيز وعددهم واحد countable. فالديسكريت توبولوجي بشكل عام اتز first countable ولكنه second فقط في حالة الاكس ما تكون countable. ثيرم هامة، كل second countable is first countable. كل second countable is ايش؟ يعني second اقوى من first واقوى من separable. خذ حيلا second countable اذا t has a countable base. Now خذ حيلا p نقطة بدك تدور على countable local base. فكيف بدي امشي من البيز لللوكال بيز؟ باخذ كل عناصر البيز التي تحوي النقطة. هاي سب كولكشن من بي، كون البي كاونتبل اذا بي بي كاونتبل، وسهل جدا انك تثبت انه البي بي مالها كاونتبل لوكال بيز ات بي. اذا كل سكند هو فيرست. ثيرم ثانيه، اذا كانت الاف كونتينيوس عند البي هنس ات از سيكونشلي كونتينيوس ات بي، يعني الكونتينيوتي اقوى من السيكونشال كونتينيوتي. على فكرة
جماعة التحليل الحقيقي 311 يستندوا للسيكوينشال كونتينيوس. جماعة الدكتور عبد الله الجراح واثق بنيدون وشريفة هدول بدل ما يثبتوا الاف كونتينيوس بثبتوها سيكوينشال كونتينيوس. ولكن كون الماتريك سبيس اللي بتعاملوا فيه فيرست كاونتبل اذا الكلمتين سيان السيكوينشال كونتينيوس بتعطيك كونتينيوس والكونتينيوس بتعطيك سيكوينشال كونتينيوس حسب ما بنشوف. هلا بدنا نسبة الفونكشن مالها سيكوينشال كونتينيوس. فخذ اي سيكونس كونفيرج لفي ان اكس المطلوب اف اكس ان كونفيرج اف بي ان واي. هذا اسلوب البرهان بدي اياه هذا بالامتحان الفاينل. اذا كان وجها لوجه بدك تسوي هيك to do this. يعني شو this حتى اثبت ان السيكونس هاي كونفيرج لهاي باخذ حيلا اوبن سيت في الواي تحوي اف في هاي اخذت الجي اوبن واف بي تنتمي للجي. هلا كون الاف كونتينيوس ات بي ذير اكزيست يو اوبن بحيث انه بي تنتمي لليو اف يو سبست من جي. بالمناسبه في ورقه الامتحان طنشت على غلطه شائعه الكو لما تيجي تثبت في الانكلودد بوينت توبولوجي انه الاف كونتينيوس ات بي معظمكم مطلع لي اف انفرس يو. هذا غلط. الاف انفرس يو اذا كانت الاف كونتينيوس تطلعها يعني ممكن احط لكم كلكم صفار بس طنشت في هذيك اللحظه. كونتينيوس عنده نقطه غير عن كونتينيوس. طيب هلا but x and converge to p then there exists a node بحيث ال x and تنتمي لل u for all انا كبر نسوي a node. هلا اذا كانت الان فوق ال node اذا x and تنتمي لل u خذ ال f للطرفين ولكن f u سبست من g اذا التيل هذا كامل جوات ال g يعني السيكونس هاي كونفيرج لمين؟ ل f b ان y. ثيرم ثانية إذا كانت الـ f sequentially continuous at b and x is first counted at b then f is continuous at b. إذا لاحظ عكس هذه النظرية مو صحيح. يعني sequentially continuous ما بتعطيك continuous إلا بوجود مين؟ واسطة. يعني حتى التوبولوجي بدها واسطة حرف الواو بتاعت غوار الطوشة. شو الواسطه بتاعت ال شو اسمه السيكونشال كونتينيوس؟ الواسطه هي ايش؟ الفيرست كاونتبل عند النقطه. ولهذا السبب الفيرست كاونتبل مهم جدا بدونه ما بيكمل ايش الشغل بتاعي. طبعا هون بقول لك اعطيني مثال مضاد. المثال المضاد بده يكون التوبولوجي ماله مش فيرست كاونتبل. وهون في نظريات تبين لك مين الفيرست ومين المش فيرست. Let x t be first countable at p then there exists countable local base which is nested down. يعني اليوز بده كبار وبصغره وبصغره وبصغره. هيها اليو 1 اكبر شيء اليو 2 جواها اليو 3 جواها هاي معناتها nested down. Nested down اي first countable عند النقطة B بقدر اضبط له لوكال بيز وبحيث يكون ماله نستد داون. خلي بالك التقاطع بتاعهم مش شرط يكون نقطة زي ما شفنا في الليفت ري توبولوجي. اثباته بسيط. كون التوبولوجي فيرست كاونتبل ات بي ذير اكزيست كاونتبل لوكال بيز سميتها بي بي ستار في 1 في 2 في 3. هلا من هدول كيف بدي اضبط نستد داون؟ الطريقة بسيطة جدا. خذ يو 1 تساوي في 1 يو 2 تقاطع اول تنتين يو ان تقاطع اول ان منهم. هلا كل واحدة من الفيز اوبن واليو ان هي تفانات انترسكشن اوف اوبن سيتس اذا اوبن. اذا اليو 1 واليو 2 واليو 3 كل هدول اوبن سيتس. هاي شرط من شروط اللوكال بيز. شرط ثاني طالما البي موجودة في كل الفيز اذا البي موجوده في اليو ان بشكل عام. ضل 10 دقائق.
وبالتالي تقدر تكمل انت البرهان انه هاي local base which is nested down. هلا نظرية ثانية مهمة، اذا اخذنا local base at B ثم يكون عددهم يكون وكان التوبولوجي T1 فتقاطع الـ U-alpha كلها تساوي فقط نقطة واحدة اللي هي B مش اكتر. اثبات suppose in the country by contradiction افرض التقاطع ما يساوي B، اذا V عنصر جديد في التقاطع غير الـ B. But X is T1 اذا there is H open بحيث ان B تنتمي لـ H و Q لا تنتمي لـ H. تعريف الـ T1 تقدر تاخذ الـ open set اللي بدك اياها. هلا B تنتمي لـ H اذا there exists U alpha node بحيث انه B تنتمي لها جوات الـ H من تعريف الـ local base، وكون الـ Q في التقاطع اذا Q تنتمي لـ U alpha node هاي بالذات ومنها تنتمي لمين؟ للاتش من هون، اي شيء هون هون. كيو تنتمي للاتش وكيو لا تنتمي للاتش، صار عندي كونتراديكشن. واخيرا ثيورم، اذا كانت الاكس انكاونتبل ذن اكس تي كوفانات از نوت فيرس كاونتبل. مهمه جدا انه في حاله الاكس انكاونتبل لا الكوفانات ولا الكوكو الاثنين فيرس كاونتبل عند اي نقطه بدك اياها. البرهان بسيط جدا، افرض انه ايش الاكس هذا فيرست كاونتبل عند نقطه ما، اذا ذير اكزيست كاونتبل لوكال بيز ات بي. ناو اليو ان مش فاي، اذا الفاي قيمه طبعا اليو ان مش فاي لانه فيها بي، لانه فيهم كلهم دول ايش بي لوكال بيز ات بي. اذا يو ان كومبلمنت از فاينات، تعريف الكوفانات توبولوجي. سينس اكس تي كوفانات از تي 1 سو باي ثيورم تقاطع اليو ان كلهم يساوي بي وحده نقطه واحده، وبالتالي خذ الكومبلمنت للطرفين مع استخدام الدي مورجنز لو. اذا كذا كذا، هلا اليو ان كومبلمنت تنساش انها فاينايت، وبالتالي كاونتبل يونيون اوف كاونتبل سيتس از كاونتبل. اذا سنجلتون بي كومبلمنت كاونتبل، وبالتالي الاكس نفسها ايش كاونتبل. كونترادكشن لان احنا مبلشين بالاكس ان كاونتبل. اذا الاكس تي كوكو والاكس تي كوفاينات في حالة الاكس انكاونتبل كلاهما نوت فيرست كاونتبل، وبالتالي نوت سكند لانه سكند اقوى من الفيرست. هون في نظرية مهمة، if x is countable والxt is first countable space then xt is second. يعني الفيرست بنعرفه ما بعطي السكند، الفيرست كاونتبل ما بعطي السكند. الزورجن فري مثلا او الار مع الديسكريت هذا فيرست ومش سكند، ولكن اذا كانت الاكس نفسها كاونتبل فالفيرست بعطي السكند، فالفيرست بعطي ايش السكند. هلا بما انه اكس تي فيرست كاونتبل اذا عند كل نقطه في عندي كاونتبل لوكال بيز. هلا خذ البي تساوي اليونين لهم كلهم كاونتبل يونين اوف كاونتبل سيستم اكس كاونتبل، اذا البي مالها كاونتبل وهي بيز تقدر تثبتها، وبالتالي التوبولوجي له كاونتبل بيز يعني ات از سكند كاونتبل. هلا في عندك ريمارك اثبت ان الانتي كوفانات از فيرست كاونتبل اكسرسايز. الانتي كوفانات فيرست كاونتبل عند واحد وعند ثلاثه. ليش عند ثلاثه؟ بدي اوبن سيتس عددهم كاونتبل وشكله لوكال بيز. اول واحده باخذها ان، هلا بحكي انا عندي ثلاثه. الثانيه باخذها ان ما عدا واحد، بعدين ان ما عدا واحد واثنين. الثالثه ما بقدر اقول ان ما عدا واحد واثنين وثلاث لانه ثلاثه بدي اياها جوا، اذا باخذها ان ما عدا واحد واثنين واربعه. اللي بعدها ان ما عدا واحد واثنين واربعه وخمسه. خلي بالك الثلاثه طنشت عنها. اللي بعدها ان ما عدا واحد واثنين واربعه وخمسه وسته وهكذا. هاي تشكل ايش؟ countable local base عند الثلاثة.
كون الان كاونتبل وهاي طلعت فيرست كاونتبل اذا هي سكند كاونتبل. الار زورجن فيرست كاونتبل لانه هاي لوكال بيز which is countable. الارز اورجن از نوت سكند كاونتبل اثبتناها سابقا. هلا بين فيرست كاونتبل از توبولوجيكال وهيريديتري وبرودكتيف اكسرسايز. يعني اي سب سبيس من فيرست از فيرست واي سب سبيس البرودكت من الفيرست كاونتبل ايضا ايش فيرست كاونتبل. اظن الميتنج خلص. في عندي باقي ثانيه توبولوجي دكتور. في كمان ميتنج سامع؟ في كمان ميتنج بعد هذا ولا بالنسبة لليوم انتهى يا ابني. بس اتوقعوا انه انزلكم فيديو بكرة او بعده. بكرة لا بكرة ان شاء الله. بكرة بنزلكم فيديو. السلام عليكم. بجوز روح وخلص. شو بلا بارسبنز قديش ضل؟ بي؟ شو عطتك انا بالله؟ هاي شرحتها.